في معسكر هيخوض 5 وديات لغاية استئناف الدوري. نادي الزمالك بقيادة باتريس كارتيرون استقر على خوض 5 وديات مبدئية خلال شهر يوليو الجاري، استعدادا للمنافسات القروية في الفترة المقبلة. هتكون مباريات نادي الزمالك الودية في شهر يوليو مع سموحة، وادي دجلة، طلائع جيش، وبيراميدز، وأسوان. حدد الجهاز الفني يوم 19 يوليو موعد لمباراة سموحة، يوم 22 يوليو موعد لمباراة طلائع الجيش، يوم 23 هتكون مباراة بيراميدز، يوم 26 هتكون مباراة وادي دجلة، ويوم 29 هتكون مباراة أسوان. دول الخمس وديات اللي هيلعبهم نادي الزمالك. طبعا الزمالك بيعسكر في برج العرب من يوم الخميس اللي فات، استعدادا لاستئناف عودة الدوري الممتاز. نادي الزمالك هيخوض 5 وديات زي ما قلت.